مصمم الإطلالات وخبير التجميل عباس عوالي، اليوم عم نشوفك بسوريا مشارك بمهرجان الجمال والإبداع. نحكي عن العرض اللي قدمته حضرتك. العرض اللي قدمته أنا حبيت، يعني أنا جيت لهون وأنا قلت على البيج أنه أنا جاي تحدي مش لحدا، تحدي للفكر، لأنه كل العالم عم تفكر أنه دايما إذا نحن منروح منتجي صوب أوروبا هني الموضة وهني الإبداع وهني، لا، نحن العرب نحن الإبداع، نحن الفن، نحن كل شيء. أنا جيت قدمت هلأ ألوان يعني مزين عربي، واشتغلت ببضاعة سورية عن قصد لحتى فرجي أنه أنا بقدر اشتغل ببضاعة وطنية. مش ضروري نحن دايما نروح صوب الغرب، مع كل الاحترام يعني أكيد لأوروبا ولغيرها، بس هيدي الفكرة أنا بدي شيلها من رأس الناس. أنا جبت عملت هلأ لون أرزة لبنان، لون الأخضر، ما حدا بعد عامله لا على السوشيال ميديا ولا بالعروضات، ما حدا بيعمل، كله بيعمل لون السيلفر، لون الرمادي، لون. أنا حبيت أعمل لون أرزة لبنان، جيبها لهوني لسوريا ازرعها أول شيء لحتى نفرجي العالم كله نحن إيد وحدي، ما في فرق بين بعض، وأعطي لون جديد للعالم. أرزة لبنان من فوق أخضر، بعدين أفتح ومن تحت عملت لون البني، من عادة أكيد الألوان الثانية، بس هي الفكرة الأساسية، والآن اللي جاي كرمال هيدا اللون لحتى أبين هيدي الفكرة إنه المزين العربي بيقدر يبدع ويعطي بأي ماركة. شفنا عندك ألوان كتير، سر هيدا الألوان وهل ممكن السيدة تتقبله بشكل عام؟ بهيدا الوقت إيه بتقبله، لو جينا من قبل لا ما بتقبله. هالألوان هلأ مبلا بتقبله، وهيدا كمان تحدي إنه نحن حتى الست اللي عنا عم تتقبل ألوان بأوروبا هني ما بيعملوها إلا بالعرض، نحن الستات العادي عم بيقبلوها عم بيعملوها. إذا بدنا نحكي عن أبرز الموديلات اللي اليوم حضرتك شاركت فيها، يعني في أنا عملت الألوان، في أربع ألوان عملتهم، من تحت في لون الموف وداخل في لون الأبيض بيرجع منطلع لفوق بيطلع لون الزهر ولون الأحمر، اندماج بين لون الطبيعة كيف بتفوت بقلب بعض، أو يعني لحتى نعطي هيدي من تحت، بس من فوق خليته الشعر طبيعي لحتى نحن نحافظ على طبيعة الشعر وعلى اللون الشرقي اللي نحن متعودين عليه من فوق، بس أعطيت دايما اللي من تحت هو اللون الموضة. نحكي عن أبرز يمكن ألوان الشعر الموجودة حاليا واللي هي كتير عم تنطلق، يعني هلتني بعد يعني تقريبا انه عم يطلبوا السيلفر، بس هلا لانه العالم زهقت من السيلفر عم بيدخلوا الوان تانية، الموف الزهر بقلبه، يعني عم بيدخلوا حتى يبينوا هني عم بيعطوا شيء جديد، بس هي اجمالا هي اللون، هي الفكره بتطلع من المزين هو اللي بيعطي. في انا دخل الزهر، انا عامل الزهر مع الابيض، عامل كل الالوان يعني مندخلها بقلب بعض، وكل واحد عنده ذوقه، كل واحد عنده طريقه، كل واحد عنده شيء بيحبه. يعني نحكي عن مشاركتك بشكل عام بهيدا المهرجان وكيف شفت العروض. العروض جدا مهمة، وخاصة يعني إذا سوريا صلى 12 سنة حرب ودمار وتهجير وعم تقدم هيك عرض، يعني لو كانت بلد فيها رواء وأمان شو كانت قدمت؟ يعني سؤال هو بيطرح نفسه. أي درجة بتتدخل باختيار السيدة اللي حتصمم لها إطلالتها بالأزياء بأزيائها؟ يعني أنا لما بدي أعمل فكرة هي بالعروض، أنا بكون في عندي فكرة قبل، يعني بيكون في عندي فكرة، أنا ما بيجي هيك، يعني أنا بكون في عندي فكرة. بطرطوس أنا قدمت لون موج البحر، بالشام أنا عملت فوز القزع، بمصر يعني كل بلد بعطي شيء جديد. يعني أنا جاي على مهرجان أنا بدي أعطي شيء جديد. المهرجانات دائما فيها هي في لها هدف. أنا بدي أجي مهرجان كرمال شو؟ أنا بدي أعطي أترك بصمي ورايح، بس هيدي البصمة للعالم رح تضلها تحكي فيها. إذا أنا بدي أقدم نفس اللي قدمته بقلب المحل عند الصالون، لا بخليني بالصالون أحسن لي، ما بيجي على مهرجان. أنا جاي على مهرجان بدي أقدم شيء جديد.